إلى ملفنا الطبي اليوم وتحديدا جراحة العين التجميلية واللي تعتمد على عدد كبير من التقنيات والعلاجات يتم تطبيقها لأغراض إما ترميمية أو تجميلية أو حتى علاجية محتاجة. يعني أحد أكثر الحالات شيوعا لدى الرجال أو النساء على حد سواء الهالات السوداء بالإضافة إلى الدهون الزائدة أو ارتخاء الجفن. اليوم راح نتحدث عن النقطة الأخيرة، تجميل الجفون بالليزر. راح يخبرنا عنها الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون. لا تسمحي لنا رجين. تفضل دكتور أسامة. صباح الخير. صباح الخير. مكانك تفضل. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. فرصة أسعد. فرصة أسعد. الله يخليك. طيب راح نتكلم عن الجفون. تمام. طيب احنا راح اكون واضح وياك، لما نقول جفون وليزر في خوف. اكيد طبعا. لا، كل ما تقرب على العين، يعني حتى لما الليزر بنعمل على الخد مثلا بالزبط. بالنسبه للحيه للرجال ازاله الشعر، حاسب لا تقرب العين، العين جوهره يعني. طبعا طبعا. هو بدايته في خطوه أو التجميل، بيبقوا قلقانين فعلا وخايفين قوي، لكن احنا عشان بنبقى عارفين المنطقه اللي احنا شغالين فيها، وبنفس الوقت دلوقتي في تكنولوجيا اتطورت كتير قوي، فبنقدر نستخدم حاجات بتتجنب المشاكل دي. ويعني مش كله بيبقى ليزر، ساعات بنستخدم الموجات فوق صوتيه، ساعات بنستخدم حاجات تدفئه او حاجات زي كده يعني. طيب. في حاجات كتير بنستخدمها دلوقتي سيف يعني. حلو، راح نوصل لها في الاخير. تمام. بدايه خلينا نعرف على الفكره. اليوم راح نتكلم عن تجميل الجفون. تجميل الجفون. تمام. هل تجميل الجفون فقط لما تكون مرتخيه ولا في حالات أخرى؟ لا، هو احنا هي العين لما بيجي نقسمها بيبقى في حاجات كتير قوي للتجميل. يعني التجميل بيبتدي من اول الحواجب. أوكي. يعني سقوط الحواجب في حد ذاته بيبقى أوكي. محتاج نوع من انواع التجميل، ساعات بنحتاج نرفعه لفوق. أوكي. بعد كده بنخش على الجفون نفسها، ساعات بيبقى فيها ارتخاء زي ما حضرتك قلت. بنتكلم عن هاي المنطقه دي. لا، ما الحواجب من ضمن العين. أوكي. يعني انت عن الجفون تحديدا. الجفون تحديدا ممكن تبقى فيها ارتخاء. أوكي. فطبعا ده في الحاله دي او فيها ترهلات. يعني لو جلد زياده يعتبر ده تجميل، بنشيل الجلد زياده. أوكي. او فيها زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه، لو فيها دهنيات. أوكي. يعني في دهن طالع كده اللي احنا بنسميها باجي ايليدز. او في الجفون التحتانيه نفس الحكايه، ساعات يبقى في ترهلات وساعات يبقى في انتفاخات ودهنيات. ففي الحاله دي احنا بيبقى مطلوب مننا ان احنا كجراحين كنا زمان، يعني انا بشتغل من حوالي 15 سنه، كنا بنكتفي بالجزء الجراحي ان احنا نشيل الجلد ده هو، نشيل الدهنيات الزياده دهيا، لكن كان بينقصنا ان احنا نعمل تايتننج للجلد، يعني نخلي الجلد مشدود شكله حلو، اللي هو زي الاطفال زي سن الشباب الصغير. الجلد لو فرق بين الكبار والصغيرين ان هو بيبقى مشدود. طبعا ده اللي اضافت لنا التقنيات الجديده اللي هي زي الليزر وزي الاضواء اللايت سورسز والحاجات دي. طيب. بنستخدمها يعني دلوقتي. هي بتعالج وتشد في نفس الوقت. الجراحات عاده بتعالج جزء كبير جدا، بتخفي جزء كبير جدا من المشاكل اللي حصلت، لكن الليزر بقى بيبقى دوره الاساسي هو ان هو يشد بعد يشد كده، يشد الجلد بعد كده، فبيدي له الرونق اللمعه. حلو. يعني احنا اللاستر اللمعه ده ما نقدرش نجيبه في الجراحه. طبعًا. صعب جدا كده. فكان دايما يبقى المريض بعد ما نخلص العمليه يقول لي طب انا مش عندي كسور هنا زي كده، فدي اللي بقينا بنخش فيها بالليزر او بالنوع من انواع الاضواء او بالاشعه الريدي فريكوانسي او بالحاجه ايا كان بالتكنولوجي دلوقتي بنستخدمها عندنا في المستشفى المغربي، وبتفرق معانا كتير جدا. يعني بتخلي منظر رائع، اكثر من رائع. حلو. الكسرات اللي على الجنب اللي زي ده هي كل الحاجات دي، كل الحاجات دي دلوقتي بتدخل فيها. طيب. الليزر دكتور بشكل مختصر عشان عندي كثير اسئله في والد صراحه. ايش بيصير تحديدا يعني لما بيجي الليزر؟ هو ايش بيعمل؟ الليزر او الليزر هو نوع من انواع الضوء. أوكي. تمام. ودي من يعني سنة صغيرة كده بس من رحمة رب من حكمة، يعني احنا انا فوجئت ان احنا لما كنا نقول الله نور على نور، ففوجئت ان هو النور ده هو ذات اللي بيرجع لنا الحياة، هو رجع لنا الشباب. حلو. فكل علاجات التجميل او معظمها اللي هو الفعال جدا هو الضوء. الضوء بينزل على الطبقات اللي تحت، يبتدي يعمل شد لطبقة الكولاجين اللي هي تحت الجلد. بيبتدي يشدها بيعملها اعادة تركيب تاني، يسخن. هو الكولاجين ده زي حاجات بروتين. صح. بيسخنها، فلما تسخن تشد. صح. يعني بتبقى شد تتمدد، لما تتمدد تبقى شد الجلد اللي تحتها. فدي دور الليزر او الضوء بصفه عامه، ان هو بيسخن الطبقات التحتيه. بالنسبه للدهون بالنسبه للدهون في بعض الاحيان بيقدر، طبعا هي زي لو الدهون كتير هو ما يقدرش يعمل فيها حاجه خالص. لازم تدخل جراحيه زي ما قلت لحضرتك، فده دور الجراح. انا بستأصلها، لكن لو حاجات بسيطه بيقدر يدوبها ويبتدي يعملها فتتها ويزقها في الحته التانيه. طيب يبقى اثر بعد الليزر؟ لا خالص، بالعكس بيبقى المريض مبسوط جدا، يعني حاجه خياليه. ما لا لا مع الليزر لا 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 خالص. بيبقى في سخونيه طبعا مكان الهيتنج ده هو، وبيقعد حوالي 3 4 ايام مع الحاجات الجديده. بعد كده المريض بيبقى شكله احنا بنسميه اوكل فيجر ريجوفينيشن، يعني اعاده تجميل الوجه ومنطقه الوش كمان تتناسب مع الشكل، وبترجع له جزء كبير جدا من حيويته. يعني انا في عندي مرضى كتير لو تشوفهم قبل وبعد، يمكن ما خدناش منهم تصريح ان احنا نطلع صورهم، لكن تحس ان هم اكثر حيويه، اكثر اقبالا على الحياه اكثر. طيب انا مثلا في شخص عنده ترهل.
تمام. كم تحتاج وقت العملية أساسا؟ العملية التراحل بتاخد حوالي يعني في الجراحة حوالي نص ساعة. أوكي. والليزر برضو بيحتاج حوالي جلسة أو جلستين، وكل جلسة بتبقى حوالي ربع ساعة مثلا ولا حاجة. الجلسة الأولى في نفس يوم الجراحة ولا لازم؟ بنعملها ساعات وقت العمليات، بعد ما بنخلص العملية ممكن ونخيط الجرح بتاعنا، بنروح داخلين بالليزر في نفس الوقت ونبتدي نعمل شد للجلد، بحيث إن هو يبقى في خلال 4-5 أيام يبص لي بقى شكله مختلف تماما. حلو. طيب إيش الشروط تقول يعني مثلا لازم يغطي عينه، ما يستخدم ماي حار؟ لا هو بس الحاجات الوحيدة اللي قلنا إن هو بعد الليزر، بعد الليزر الجراحه ما عندناش مشكله، من ثاني يوم بيقدر يمارس كل حياته عادي. لكن الليزر بس عشان هو بيعتمد على انه في نوع من انواع التسخين، فتعرضه للشمس بيزود السخونيه اللي احنا مش عايزينها، فممكن يعمل حروق في الحاله دي، فبيبعد عن الشمس شويه لمده 3-4 أيام. بالنسبه للمي حار بارد؟ لا لا كل حياته عادي بعدها خالص خالص. لكن من الحاجات الجميله برضو عايز اضيف حضرتك ان احنا هنا الموضوع ما عادش بس ان احنا بنعمل ليزر وتجميل بس، احنا بنعمل موجات فوق صوتيه، بنقدر نسجل، نعمل اشعه موجات فوق صوتيه، نسجل الجلد حصل فيه ايه، حصل ايه في الطبقات التحتانيه بتاعته، بنعمل دلوقتي اشعه فوق بنفسجيه، بنحدد البقع، الكسرات اللي في الجلد، احنا بنسميه عندنا في المستشفى سكين لانجويج، يعني لغه الجلد، بقينا بنتكلم مع الجلد دلوقتي، يعني احنا عندنا البودي لانجويج لغه الجسم كله، الجلد جزء من الجسم، فبقى في حاجه اسمها سكين لانجويج، يعني ليه الطبقه ده هي مترهله، ايه اللي حصل فيها بالظبط؟ هل زاد في البقع؟ بيبقى زاد فيها البقع؟ هل زاد فيها الكسرات؟ هل حصل ضعف في الطبقات التحتانيه؟ كل ده بقت بالاجهزه اللي موجوده بنقدر نحدده قبل ما نتدخل وبعد ما نتدخل. يعطيك ألف عافية دكتور سعد الحكيم، شكرا جزيلا.